هل تحب الأفلام؟ هل تعشق الموسيقى؟ مولع بالرسوم المتحركة؟ تهوى الألعاب الإلكترونية؟ شغف بالأفكار المبدعة؟ إذن نحن ندعوك للانضمام إلى مجتمع 2454، المختبر الإبداعي الذي يسعى إلى دعم وتطوير وتمويل المبدعين العرب للارتقاء بصناعة الإعلام والترفيه. سجل الآن على موقعنا الإلكتروني وانضم لمجتمعنا الإبداعي وتعرف على المبدعين من أمثالك. أطلق العنان لموهبتك عبر تطوع معنا في مشاريع المختبر الإبداعي وساهم في تغطية أبرز الفعاليات الإعلامية، كما فعل إبراهيم الخميري وفاطمة عبد الكريم في مهرجان أبوظبي السينمائي. طور مهاراتك من خلال العمل مع محترفي الإعلام، كما فعلت أميرة البلوشي التي رافقت مدير توزيع الأدوار أثناء تصوير الفيلم القصير سانست ستيت، حيث حصلت على النصائح العملية القيمة في هذا المجال. اكتسب خبرات جديدة من خلال دوراتنا التدريبية في 2454 أو لدى أحد شركائنا. فاطمة الحسني تدربت في المختبر الإبداعي وعملت على تصميم ديكورات تصوير العديد من المشاريع، وهي تعمل الآن بدوام كامل في 2454 إنتاج. نوفر فرصا رائعة لأعضائنا بإقامة شراكات مع خبراء عالميين ومؤسسات رائدة لتنظيم ورشات العمل والمسابقات. كان أسبوع الفن للجميع الذي نظمته مؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان فرصة رائعة لإظهار مواهب أعضاء المختبر الإبداعي، حيث شارك 9 منهم بأعمالهم وتم اختيار أعمال فنية لثلاثة أعضاء لتشارك في معرض فن أبوظبي 2012. هل لديك فكرة مبتكرة في الأفلام القصيرة؟ الإعلام الرقمي، النشر، الموسيقى، الرسوم المتحركة، الألعاب الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المتحرك؟ شاركنا بها وسنقوم على دعمها، فقد ساعدنا على إنجاز كثير من المشاريع وأخرى قيد الإنجاز. لا يقدم المختبر الإبداعيات تمويل فقط، بل يساهم في ترويج وتسويق المحتوى الإعلامي، فقد تم اختيار الأفلام التي ساعدنا في صناعتها في الكثير من المهرجانات السينمائية العالمية وحصدت جوائز مرموقة، كما فعلنا مع ياسر الياسري وفيلمه القصير ضوء دامس. نوفر دعما تسويقيا وتغطية إعلامية واسعة تشمل المقابلات والمقالات عبر مجموعة واسعة من القنوات الإعلامية، كما نروج للمشاريع عبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يوفر المختبر الإبداعي لأعضائه مكاناً لتبادل الأفكار وقضاء أوقات مسلية أو استعارة المعدات، فهو المكان المثالي للتواصل الإبداعي لما يوفره من أماكن ورش عمل، وحدات مونتاج، عروض أفلام وفعاليات. انضم إلى مجتمعنا الإبداعي، قم بزيارتنا، تواصل معنا واكتشف مواهبك الإبداعية.